جزاكم الله خير يا شيخ. السائل حسن من القيصومة الشرقية يقول: يوجد لدي عم كبير في السن وتعرض لعدة جلطات في الرأس وأمراض، والآن ومنذ تقريبا سنة لا يعرف الصلاة، نعلمه ولكن دون جدوى، والآن يقول في رمضان الفائت نقول له: هذا رمضان عليك الصيام، ويصوم ويفطر في بعض الأيام، الحكم في مثل من هذه حالته؟ إذا كان تأثر فكره ولا يعرف الوقت ولا يستحضر العبادة فهذا ليس عليه شيء لأنه غير مكلف. أما إذا كان معه فكر ويعرف العبادة ويعرف الوقت وإنما يتأثر في بعض الأحيان فهذا يجب عليه أن يصوم ويجب عليه أن يصلي، وإذا ترك شيئا من الصيام والصلاة في وقت تأثره فإنه يقضيه إذا صح وعاد إليه فكره. أما إذا كان تأثره وضياع فكره دائما فهذا ليس عليه شيء. نعم.